الو مدام ساره، مين حضرتك وبتتكلم من رقم تامر جوزي ليه؟ احنا عصابه وخاطفين صاحب الموبايل ده في الساحل، ورقمك اخر رقم اتصل بيه واحنا بقى طالبين. استنى، انت قلت الساحل؟ اه، واحنا طالبين الساحل ازاي؟ ده قال ان هو في المكتب. يا ستي وانا مالي، احنا خاطفينه في الساحل وطالبين. وايه اللي وداه الساحل؟ اقسم بالله ما اعرف. احنا طالبين. كان معاه ستات وانتوا بتخطفوه؟ ستات ايه يا ستي؟ بقولك احنا خاطفينه وطالبين. انا كنت حاسه ان هو بيخوني. طب استهدي بالله. طيب، طب دلوقتي احنا طالبين. انا احساسي عمره ما كدب عليا ابدا. يا ستي ده مش وقت انهيار عاطفي. يا ستي دلوقتي احنا طالبين. ده انا لسه مكلماه وقال لي ان هو في المكتب وعنده شغل. انا مالي يا ستي؟ انا مالي؟ بقولك احنا طالبين. الرمرام، ما هو رمرام طول عمره رمرام. حضرتك دي مشكلتكم، ماليش دخل فيها. دلوقتي احنا طالبين. طب ثانيه معلش، هو لابس بدله كحلي وقميص لبني؟ لا يا ستي، ده لابس تيشيرت البيت، الجزمه، وكمان مش لابس القميص اللي انا جبته له في عيد ميلاده. هو انت ليه مش مستوعبه الموقف اللي احنا فيه؟ يا بس اصحابي حذروني منه وانا ما كنتش بصدقهم. يا ساره هانم، ممكن تركزي معانا شويه؟ يا ستي دلوقتي احنا طالبين. عموما انا بعرفه ان محدش بينجرح قوي غير لما بيحب قوي. انت يا وليه ما تركزي، بقول لك احنا طالبين. اخلص خالص، انا مش عايزه اسمع صوتك. حضرتك صدقيني انا مش خاين، انا بخطف بس. بقول لك اخلص. طب اثبت لك ازاي اني مهما حلفت كلكم صنف واحد؟ روح يا تامر، الله يعينك. روح لمراتك، ربنا معاك ويقويك على هتعملوا فيه.